بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برحمته يتراحم عباده المؤمنون، وبتوفيقه وهدايته يرتجع الظالمون، ويجازي كلا بما كسب أو اكتسب، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الذي من سلك سبيله نال الحظ المضمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، إن كل من يتأمل ويقارن بين ما كان عليه سلفنا الصالح وبين ما نحن فيه الآن يجد الفرق عظيما وألبون شاسعا، فهم في السماء رفعة وعزا، ونحن في الحضيض سقوطا وذلا. ألسنا مسلمين؟ ألسنا موحدين؟ ألسنا مؤمنين؟ فما الذي رفعهم؟ وما الذي هبط بنا؟ وما الذي أعزهم؟ وما الذي أذل بنا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ورحم الله من قال إن لله عبادا فتنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، فرضي الله عنهم وأجمعين. نعم، هم الذين عرفوا حقيقة الدار فحرثوها وزرعوها وفي الآخرة حصدوها. ولكن ماذا نقول نحن؟ ولكن ماذا نقول نحن؟ هل تغير علينا الليل والنهار؟ كلا كلا، ولكنهم آمنوا بربهم فدخل الإيمان في قلوبهم وجرى مع الدم في عروقهم، وظهر أثره في أفرادهم وجماعتهم، في آدابهم وأخلاقهم، وفي عبادتهم ومعاملتهم، وهيمن في مشاعرهم وحواسهم، حتى صاروا مثل العدل والرحمة والإنسانية. صاروا في البلاد يحملون أنوار التوحيد فيبددون بها ظلمات الشرك، يحبون الحقائق ويميتون الأوهام، وينصرون المظلوم ويقضون على الظالم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحكمون بالحق ويسوون بين الخلق، لا فرق بينهم بين كبير وصغير وغني وفقير، فالجميع أمام العدل سواء. صاروا على هذه السيرة الحسنة التي أدهشت العالم، فجعلتهم يدخلون في دين الله أفواجا ويبذلون دماءهم وأموالهم في سبيله إيمانا واحتسابا. هذا ما جعل نجمهم يتلألأ في السماء وملكهم يتوتد في الأرض. أما نحن الآن فقد نأينا عن سنتهم وابتعدنا عن هديهم وخلفناهم في جميع ما هم فيه، فتفرقت كلمتنا وذهبت ريحنا وتبدد ملكنا وضاع عزنا، وأحاطت بنا جبال الشدائد والهموم، وواقعنا في شرك الوبال والبلاء المشؤوم، وصرنا كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. ومن العجب أننا نقول ما ندري ما السبب، أبعد هذا نطلب سببا للمقت والغضب. أين أحكام الشرع التي كانت تقام بها الحدود؟ أين سطوة الإسلام التي كانت تهابه الأسود؟ أين المجد القديم؟ أين الشرف المتين؟ أين الوجوه التي كانت تلألأ بالصلاح والتقوى؟ أين القلوب التي كانت مخلصة لله في السر والنجوى؟ أين ارتباط المؤمنين؟ لكن قلب النظر في الوجود تجد كل أمة في تآلف وتعاون،
ثم قلبه في المسلمين تجد القلوب في تباغض وتضاغن. قل إن الضعفاء يجيبك المسلمون، نحن لا غني منا إلا وهو يتعاظم كأنه ملك ملك كسرى، ولا رئيس منا إلا وهو يتجبر كأنه نسي الدار الآخرة، ولا مجلس منا إلا وفيه للغيبة ذكرى، ولا جماعة منا إلا وهم متحاسدون. نحن المقصرون ونحن المهملون، نبخل على تعلم العلم بالدرهم، ونجود على العاهرات بالعشرات الدراهم، ولا سيما نحن نعيش الآن زمنا طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف فيه كثير عن طاعة رب الأرض والسماوات، وذهب الخوف من القلوب، فتراكمت الذنوب على الذنوب. فطوبى لمسلم عاقل حاسب اليوم نفسه، ووقف على حقيقة دار الغرور، واستعد ليوم البعث والنشور. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واحشرنا يا مولانا في زمرة أولئك الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته، وتوعد العصاة بدار نقمة وزوال نعمة. أما بعد، أيها المسلمون، كتاب الله يناديكم للإيمان، ورسول الله يناديكم إلى الإحسان، فما لكم لا تسمعون الرسول ولا تجيبون القرآن، وفي آذانكم وقر أم على قلوبكم وران، أم استحوذ عليكم الشيطان وزين لكم الفسوق والعصيان. أفأقبلتم على الفساد وعرتم عن تعاليم الإسلام؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وكان السلف الصالح إذا سمعوا الآية القرآنية أو الأحاديث النبوية قالوا سمعنا وأطعنا، وأقلعوا عن الخطيئة، ولم يسيروا على ما فعلوا من المخالفات الشرعية، فترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ونفوسهم عن الضلال مرعوبة. وإذا نظروا في الآية الكونية وتفكروا في المخلوقة الإلهية عرفوا قدر الصانع الحكيم، وقالوا بألسنة طاهرة وقلوب زاكية، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنضيع الأعمار، فإن جل الأمة الآن يقضي جل الليل أمام التلفاز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من يمضي عمرك وأنت لا تدري، اعلم بأنك ستسأل عن هذه الساعات، وستسأل عن هذا العمر. وتذكر يا من يمضي عمره وأنت في غفلة، إن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فاللهم أنس وحشتنا وأمن فزعنا يوم البعث والنشور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وباركت على سيدنا إبراهيم، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة. اللهم أمتنا على ملتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تخالف بنا اللهم عن طريقهم ونهجهم، يا أكرم المسؤولين ويا خير الآمون. وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك، وبسطت يده في أرضك وبلادك الخاضع لجلالك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، وهيئ له البطانة الصالحة التي ترشده إلى الحق وتعينه عليه.
واحفظ اللهم في ولي عهده وأنبته وسائر أبناء المسلمين نباتا حسنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة الجدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك بنا قادر، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم التف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.